ما ترد عليهم ابدا شخار. انا بعرف دموعهم اللي هلا نازله كتير منيح شو معناها. كل مره هنن بيرتكبوا الاغلاط وبيرجعوا بيتوبوا. اخذوا سواره من هالبيت وصارت وحده منهم وما قدرت توقف مع اهلها، وهلا شوف شو جاي تعمل معهم. بس اسمعوني منيح، انتو كلياتكم انا ما رح اسمح لبنتي تروح لعندكم. تروح لعندكم. لا يا ستي، ما حدا منا له الحق ابدا انه ياخذ هذا القرار من عنده، لا انتي ولا بابا كمان ولا حدا منا ابدا. لك شي سأل راجيني إذا بدها تتجوزه، والجواب عند راجيني وبس. يلي عملتيه غلط يا سوارة. بابا، قبل ما تاخذ قرارك بهذا الموضوع على القليل اسأل راجيني بالأول. بالأول قولي مين اللي عم يحكي؟ بنت من عائلة جدوديا هي اللي عم تحكي معنا هالحكي؟ أو وحدة من عائلة ماهي شواري؟ اللي عم تحكي هلأ هي سوارة أختها لراجيني. وبهاللحظة ما في شي بيهمني أكثر من سعادة أختي بالدنيا كلها. قولي بنتي، قولي. شايفة كل هدول الناس عم ينتظروا الجواب منك أنتي. رح تتزوجي هذا الشاب مرة تانية؟ بس هذا نفسه الشاب اللي تركك من قبل وكذب عليكي، وهو نفسه اللي رفع ومد ايده على ابوكي وعمل هاد الشيء قدام كل العالم، وهذا هو ابوكي قدامك. قولي قولي. ستي معها حق راجيني، انا عملت كل هاي الاغلاط، وأنا ما بقدر أقول إلا أنه أنا آسف على كل شيء عملته معكم، لأنه ما عندي أي شيء غير هاي التوبة والأسف بس. أنا بعرف أنه هذا الشيء ما بيكفر عن ذنبي، بدي فرصة صغيرة بس لأثبت لك أسفي، بس فرصة واحدة لأثبت لك حبي إليك وأسفي على كل شيء، فرصة واحدة بس. راجيني انت دمرتي لي حياتي كلها، وانت اخذتي كل الفرص بحياتي لكون مبسوط. ولاكشي وراجيني ما عاد في منهم، خلص. وانا من هلا مو زوجك. كيف بتتجرأ؟ راجيني، هلا بدنا الجواب ومن كل قلبك كمان.
شفتوا كلياتكم؟ يلا رو من هون. شوي بس، البنت ما رح تحكي هلأ. البنت ما رح توافق أبداً سجيتي. وهلأ لو سمحتوا طلعوا من هالبيت بسرعة. أنا بترجاك، بترجاك لا تطلب مني روح من هون، أنا ما بقدر أعيش بلا راجيني بابا، بترجاك بابا. قالت لك ترتاحي. مرحبا راجيني، كيف صرتي اليوم؟ وضعك كتير منيح، ممتاز. شكلكن دايرين بالكن عليها منيح وسهرانين معها كل الليل، ما هيك؟ وإذا ضليتوا دايرين بالكن عليها منيح رح تتحسن بوقت قصير. أنا رح روح هلأ. شيخار، مبارح بالليل هو كان هون. وهو اللي دار باله على راجي. وبالليل لاك شي. هو اللي عطاها الدواء كمان. أنا معك، هو غلط أغلاط كتير كبيرة، بس ما فينا ننكر إنه هو تصرف منيح مبارح. بابا. إيه بنتي؟ بابا، أنا بعرف إنك سامحت لك شي عن الكف اللي ضربك إياه هديك المرة، وإنك مو مزعوج منه لهذا السبب، بس من شاني أنا والحالة اللي وصلت لها بسبب لك شي. بس بابا، الحقيقة هو إنه أنا لساتني بحبه لك شي كتير. وممكن نحن نضلنا مستمرين هيك. بس بابا ماني حابة إنه أضغط عليك أكتر من هيك بهذا الموضوع. بعرف إنك عم تعمل هيك كله بسبب حبك لإلي، لهيك أنا ما رح خالف رأيك أبداً. وأنا مستحيل إني عيد غلطي مرة تانية، لهيك أنا بهذا الموضوع تحديداً ما رح أخذ ولا قرار لحالي، ورح أترك لكم القرار إلك وللماما وستي. أنتو بتختاروا لي شو ما بدكم، لأنه أنا متأكدة واثقة من حب عائلتي لإلي، ومتأكدة كمان إنه رح تختاروا لي الصح
وأي قرار منكم هو رح يكون لمصلحتي، ولهيك أنا رح أكون من هذا اليوم جاهزة لأي قرار بتاخده. لك ليش هيك عم بتشديني؟ تعالي لهون وشوفي. شو اللي صاير بالبيت قطرة؟ لك شو صاير هون قولي؟ يعني كافية رجعت مرة تانية؟ ما تخافي أبداً، كله منيح هون، هلأ رح تعرفي كل شي. يلا تعي لورجيكي. طيب بس قولي لي شو صاير يا قطرة؟ ليش عم تطلعوا فينا بهالطريقة؟ نحن جبنا معنا راجيني لهم وجبناها عروس لهالعائلة. وهي جابتها سوارة أخي؟ راجيني؟ شكراً كتير إلكن، أنا بدي أشكركم من كل قلبي، أنا كتير مبسوطة. بس بكفي أختي ساجيتي، أنتوا بلشوا بتحضيرات العرس فوراً. بكفي ساجيتي، بس حبيبتي يوم انتي... كتير كتير مبسوطة عن جد، رجعت كنتنا اللي منحبها على بيتنا، وكيف تكون يعني ما أكون مبسوطة هالقد؟ اسمعيني منيح يا ساجيتي، بدي أقلك شغلي ممكن غير رأيي، ومو بس أنا، وشيخار كمان يغير رأيه. يا ريت تبلشوا بالتحضيرات بسرعة. بس الشي اللي عملتوه أنتو كتير منيح. هلا العريس يتقدم ويتفضل لعندي بخطوة لنبارك له هذا الزواج. تفضل يا عريس لعندي، والعروس تتقدم وتتفضل لعندي بخطوة لنبارك له هذا الزواج. Thank you.
كتير من الحب. مبروك مبروك عليكم. مبروك. اليوم كتير مبسوطة، يعني الفرحة رجعت لبيتنا بالأخير وخلص التمت العيلة. وبدي لكم شغلة مهمة كمان، صار لازم إنه نسمع صوت أولادكم بهالبيت وتكمل الفرحة، وأنا قصدي سوارة وراجيني. صار لازم تجيبولنا أولاد يعبولنا هالبيت هاد بسرعة. إيه أنا عيوني وقلبي محروقين على ما أشوف شي ولدين يزينوا بيتنا وحياتنا. إيه ليش عم تضحكي؟ شو عم بقول شي بيضحك؟ يعني شو الغلط بحكي؟ Thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.